المصطلح أو حتى كقواعد في قبول الحديث ورده أو في الجرح والتعديل أو حتى في العلل أصلت وقعدت بشكل إن صحت العبارة بشكل مدرسي متأخر، لكن ألم يكن من الناحية العملية هذه القواعد معمول بها فيما بين المحدثين أو المشتغلين في الحديث؟ هذا ما كنت أريد أن أقوله. لا شك أن هناك بعض القواعد كانت موجودة وتمارس، ولكن عندما يذكر ذلك إمام مسلم بهذه الخطورة، الذين ينصبون أنفسهم كمحدثين ولا يعرفون الصحيح من غيره، هل نريد أن نفهم أن هذا وهم كثر أنهم كان بين أيديهم قواعد يعملون عليها؟ عندما يقولون أن يعني يصح الرواية بالمعنى بشروط أن يكون عالم باللغة العربية أو غير ذلك، هل فعلا الذين رووا هذه الأحاديث كانوا علماء في اللغة العربية مثلا؟ فهذه حقيقة لا نستطيع أن نقول أنها فعلا كل القواعد موجودة في أذهان ومارسها هؤلاء الرواة أو المحدثون بنص إمام مسلم أو